موقع الإمام في المهمة التي أعد لها، فإن طبيعته هي طبيعة القوة. إنه يريد أن يغير العالم، ويريد أن يسقط الظلم والظالمين والاستكبار والمستكبرين، وليس طبيعته طبيعة خوف، ولكن امتداد الغيبة انطلق من خلال حكمة الله سبحانه وتعالى الذي يملك العمر في طوله وقصره. ولذلك فليس لأحد أن يتحدث بشكل سلبي عن هذا العمر الطويل. أما دوره فإن دوره هو أن يعد الحياة من أجل أن تستقبل العدل الشامل.